فأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وكل من ملك الحبشة يسمى نجاشيا، وهذا الذي آوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحمة. فلما جاء عمرو بن العاص ومن معه من أجل أن يسلم النجاشي هؤلاء النفر إليهم لكي ينزل بهم أشد العذاب كما كان يجري عليهم في مكة، قالوا إنهم يقولون في عيسى أمرا لا يحمد، فذكروا القصة. والشاهد من هذا أن النجاشي ومن معه كانوا على دين النصرانية.